على انطلاقات ومنافسات السن الحقائق. شوطنا التاسع والزميل مسعود الحريري. التواصل مستمر في هذه اللحظات، ينطلق هذا الشوط التاسع، الشوط التاسع المخصص للإبكار. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه التحديات والمنافسات الصباحية. نشاهد وإياكم هذه الحقائق المنطلقة، ونتابع هنا المراكز الأولى المتقدمة، وهذه مقدمة الشوط. نشاهد وإياكم المركز الأول، هي من تحمل الرقم 1، وهي الدانة لمحمد بن خديم بن عايض العذبي على مقدمة هذا الشوط هنا بالمركز الأول وفي الصدارة. يا سلام مع هذا الانطلاق ومع الدانة، يا سلام على الدانة على المقدمة. بينما النقل على المركز الثاني، المركز الثاني سعفة لحمد بن علي بن سالم بن سنين الدعية على المركز الثاني، هنا منطلقة مع منطلقة سعفة في هذه اللحظات. المركز الثالث من الجانب الأيمن، نتابع وإياكم في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث، ونشاهد انطلاقها. هناك تشطيب لخالد بن عبد الله بن راشد الزعبي هنا في هذه اللحظات، علي ايضا بمتابعه مخوف المركز الرابع. نشاهد هنا الوصول مع شعار بن نايفه، والوصول في هذه اللحظات صوغه فيصل بن عبد الهادي بن نايفه الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد واياكم في هذه اللحظات القدوم والوصول من غزلان لسالم بن راشد بن زيد ال بحيح مع المركز الخامس. هذه النتيجة، هنا نتابع وإياكم الشعارات، هنا الأسماء المنطلقة المندفعة في هذا الشوط التاسع. هنا من الأشواط الصباحية هي الأشواط النقدية، هناك المفاجآت في المساء في هذه الليلة. سوف تشاهدون أشواط الرموز، أشواط التحدي لسن الحقائق، للأشواط العامة. يا سلام، هناك رموز المفتوح ورموز الإنتاج بالانتظار في هذا المساء. العودة إلى المقدم إلى الدانة، يا سلام يا دانة، دانة على المركز الأول، يا سلام على هذا الأداء وهذا الشكل الممتاز، ما شاء الله تبارك الله. ابن خديم هنا وبمتابعة علي ابن خديم، يا سلام هنا مع المركز الأول ومع المقدمة والصدارة والتحدي والإثارة مع دانة. محمد ابن خديم بن عايض بن فرج العذبي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني ومن تصل مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. نشاهد هنا الإثارة والمتعة هناك مع شعار بن سريد مع سعفة لحمد بن علي بن سالم الدعية. يا سلام مع هذا الانطلاق. المركز الثالث شوفوا بن نايفة مع صوغة فيصل بن عبد الهادي بن نايفة. المركز الرابع هناك الوصول من تشطيب لخالد بن عبد الله الزعبي مع المركز الرابع، تغير الى المركز الثالث. المركز الخامس شوفوا اللي من الجانب الايمن، هناك سيره قادمه لناصر بن محمد بن ناصر المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات، وسيره تنطلق مع هذا الاداء. ولكن هنا المنافسه، هنا التحدي والاثاره. نعود الى التغيير اللي جرى وطرى على المقدمه. يا سلام يا مخوف، مخوف هنا يغير مع تشطيب على المركز الأول، دانة على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات. وإن سألتونا عن الموقع فنحن مع بوابة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير. يا سلام يا الزعبي وابن خجيم هنا، وأيضا هناك اللي واصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات اللي هي سيرة لناصر بن محمد بن ناصر المري. المركز الرابع الوصول من الفارسة محمد بن سالم الفاتوح. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من رهف سالم بن محمد بن هادي الدهن هناك في هذه اللحظات. وابن برقان قادم، ابن برقان قادم، نجم هذا الصباح، نجم هذا الصباح يصل في هذه اللحظات. ولكن العودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى التحدي، إلى الإثارة. يا سلام يا مخوف مع تشطيب، ولكن يا سلام يا دانة، الدانة. الله يا ابن خجيم، يا سلام يا ابن خجيم مع الدانة بالمركز الأول. ولكن شوف القدوم، مرور بن برقان، مرور بن برقان. يا سلام يا بن برقان، يا سلام يا الصارم. النقطة الرابعة في هذا الصباح، وسوبر هاتريك مع مرور. ولكن دانة قادمة مع ابن خجيم مع المركز الثاني محمد بن خجيم بن عاير العذب
الذهبي يلا هناك مع الانطلاق والاندفاع، ولكن مرور بن برقان. سلام يا بن برقان، سلام والتحية والاحترام. السوبر هاتريك ومع مرور الى خط النهاية. من مرت مرور الكرام من 800 متر واهدت السلام الصباحي على ايضا هذا الناموس وساعة وصولها الى خط النهاية. تهانينا لمحمد بن بخيت بن برقان على هذا الناموس. المركز الثاني هنا الوصول، المركز الثاني صدانا لمحمد بن خديين بن عايض العذبي. المركز الثالث رهف لسالم محمد بن هادي الدهن. المركز الرابع تشطيب لخالد بن عبد الله الزعبي. المركز الخامس هي الفارسة لمحمد بن سالم بن محمد بن بخيت الفاتوح. هنا نشاهد وإياكم مرور من مرت إلى خط النهاية، من انتزعت الناموس. 6 دقائق 10 ثواني 90 جزء من الثانية. تهانينا للسوبر هاتريك مع بن برقان الصارم، هو من انتزع الناموس. المركز الثاني وصل الدانة هنا في هذه اللحظات، توقيتها 6 دقائق 12 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأيضا محمد بن خديم بن عايض العذبي، وتهنئة خاصة لأيضا علي بن خديم أيضا على الناموس. المركز الثالث من وصلت هناك اللي أيضا فاجأتنا في الأمتار الأخيرة اللي هي رهف، توقيتها 6 دقائق 12 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا لمالك رهف سالم بن محمد بن هادي الجربوعي. تهاني